إيمانا من القوات المسلحة بأهمية توطين صناعة وتجميع الطائرات وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، قام رجال القوات الجوية بمواصلة العمل ليلا ونهارا على مدى 3 أشهر متتابعة لتجميع طائرة التدريب الأساسية RV بنسبة تجميع 100%، والتي تستخدم للتدريب الأساسي لطلبة الكلية الجوية. نشاهد الآن على شاشات العرض فيلما قصيرا عن تجميع الطائرة RV-14 بأيد مصرية. يظهر الآن في سماء العرض من أمام المنصة ولجهة اليمين تشكيل مكون من 3 طائرات راز RV-14 للمشاركة في حفلنا اليوم كأول ظهور للطائرة.